الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في سركم وعلنكم وغضبكم ورضاكم وفرحكم وترحكم، واعلموا أن العاقبة للتقوى، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم فقال لهم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث صريح، صحيح من مشكات النبوة الحقة، من تأمله بخالص فكره وعدل منطقه ليوقنن أن ملامح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأت في الظهور على فترة من الاعتزاز بالدين والعلم، وإبان طفرة طاغية من الظواهر المعلوماتية والهيجان الثقافي، والتي تصب في قالب واحد هو جعل العالم كله كالكتلة الواحدة دون تميز. وقد بذلت جهود أجنبية عن الإسلام يساندهم فيها بعض السذج من بني الإسلام، بجهود لا تقل أثرا عن الآخرين على إضعاف الثقة بالإسلام وبتشريعه وثقافاته وآدابه وقدرته على تسيير شؤون الحياة الدينية والدنيوية على حد سواء، على أن يولد هذا الضعف لدى العوام من المسلمين رضا ببعض الإسلام، الذي تلقوه من كتاب ربهم وتعلموه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والجهود مبذولة من قبل أعداء الإسلام في أن يروا في واقع المسلمين إسلاماً منقوصاً في الحقيقة والأطراف، ومنقوض العرى والوشائج، لا ينبغي أن يتدخل في شؤون التشريعات كافة دون استثناء، أو يقتلع من السلوك العام ما يخدش قيمه ويمس مثله الرفيعة، بحيث لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، أو على أقل تقدير الإبقاء على ضرورات الزمن كفيل بزوالها، أو بتغير المفاهيم تجاهها لتأتي أجيال مهيئة لقبول مثل هذه الصور المشوهة للإسلام. فيألف البعض التفلت من المسلمات مع تنصل عن الإنصاف وبعد عن الطرح النجيح الموافق للعقل الصريح
والشرع الصحيح. لقد سيطرت الثقافة العالمية المعاصرة طوال هذه الفترة سيطرة محكمة زاد في إحكامها وغلبتها الطوفان الإعلامي والإعصار المعلوماتي، حتى غطت ما تغطيه الشمس، فبلغت كل ملجأ ومغارات ومدخل. لقد غيرت هذه الثقافة مظاهر الحياة وطريقة العيش، حتى أصبحت لدى كثيرين أمرًا لا مناص منه، ولو كان على حساب أصالة الدين والإسلام الصحيح. نعم، نحن لا ننكر أن في الثقافة العالمية المعاصرة ما ينفع مما يقتضيه الاختيار العقلي والمنفعة العلمية، شريطة ألا يجرنا ذلكم إلى تهميش ما شرعه الله لنا أو التمسك به على تخوف أو استحياء، لأن أسوأ ما يمكن أن يفكر فيه أهل الإسلام ألا يكون لديهم ثقة كاملة بشريعتهم، أو أن ينال هذه الثقة شيء من الوكزات، شيء من الوكزات الجارحة، فلا يحسن أحدهم أن يقول كما قال الفاروق رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من دونه أذلنا الله. فلا عجب عباد الله حينئذ أن نرى تصورات الناس تجاه الثقافات العالمية بمن فيهم المسلمون منسجمة معها منقادة، مهما كانت تتناقض أو تتعارض مع روح الثقافة الدينية الشرعية. ولقد كان سبب هذا التأثير أمران اثنان: أحدهما القوة المادية والمعنوية لغير المسلمين، والتي تعاظمت في جميع مناحي الحياة باجتماع الأثافي للثالوث العسكري والاقتصادي والسياسي، وثانيهما قلة الثقة والضعف في إذكاء الثقافة الإسلامية الأصيلة وإبرازها على وجهها الصحيح والشجاعة والإتقان في بيان محاسنها وأثرها على الكون والحياة، وهي الربانية المحكمة، لأنها صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ولو ألقينا نظرة مقارنة لبعض أهم ما يتكئ عليه أصحاب الثقافات العالمية والمعجبون بها من المسلمين وغير المسلمين لوجدنا محاور شتى في المفارقة بين أصالة الإسلام الحقة وبين الثقافة العالمية المعاصرة، ولنضرب مثلاً ببعضها. فالمحور الأول هو أن الإسلام حق من عند الله، وأن شرعه صالح لكل زمان ومكان، وأنه لا يتطرق إليه التحريف ولا التزييف، فأصوله ثابتة محمية بحماية الله لها. والمرء المسلم يعرف أدق التفاصيل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه مضى على وفاته 14 قرنًا من الزمان وزيادة، وربما يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من جاره، وربما أكثر من عمه وبني عمه. بخلاف غير الإسلام، فإما أن تكون ديانات لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أو تؤمن بذلك إيمانًا غير مسنود على ما يقنع، لأن الوضع البشري هو الطاغي عليها. ولقد صدق الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا. ولأجل ذا لا يوجد لدى المبادئ والتشريعات الأخرى النسخة الأصلية، حيث اعتراها التحريف والأوهام البشرية، ما يدل على أن ما بين أيديهم ليس من عند الله. بخلاف الإسلام فنسخته الأصلية لم تتغير ولم تتبدل، وهي قابلة للفهم والتكيف رغم مرور هذه القرون دون تعارض. ولقد قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن دخل في غمار الرواه من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك عند جهابذة أصحاب الحديث ورتوت العلماء، أي رؤساؤهم، حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون، بل تراهم يعدون على كل رجل منهم
في كم حديث غلط وفي كم حرف حرف وماذا صحف. انتهى كلامه رحمه الله. ومن كان ذا إنصاف عباد الله فلينظر إلى اختلاف أصحاب القوانين في قوانينهم بين التنازع والتدافع فيما وضعوه هم بأيديهم، كأكبر دليل على أن عقول البشر محدودة، والله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأما مفهوم أهل الثقافة الإسلامية الأصيلة فرائدهم عند الاختلاف قوله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما المحور الثاني يا رعاكم الله فهو محور العدل، وهو في الثقافة العالمية ذات البريق اللامع كغيره من القيم الأخلاقية تحدده النسبية مع القابلية لأن يوزن بميزانين أو يكال بمكيالين حسب المصالح، حسب المصالح الخاصة، ما لم يكن المسلمون فيه طرفا فحينئذ يجمعون على عدم تطبيق معيار العدل معهم، وما وضع إخواننا في سوريا بخاف علينا جميعا. ولو قارنا بين الإسلام بثقافته الأصيلة وبين الثقافة العالمية المقنعة في مجال الأعمال العسكرية لرأينا العدل في الإسلام شاهرا ظاهرا. فسلوك جيوش المسلمين يفرض عليهم ألا يقطعوا شجرة ولا يقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا، ولم يكونوا يوما ما هم المعتدين. ولقد شهد كبار مؤرخ الثقافة العالمية المعاصرة من غير المسلمين بأن التاريخ لم يشهد فاتحا أرحم من المسلمين. وفي هذا القرن والذي قبله لم يكن بلد عربي وإسلامي هو المعتدي على أحد، بل المستعمر هو الصائل المعتدي بخيله ورجله، بل إنه وصل ببعض القوى الباطشة الرائدة للثقافة العالمية المعاصرة في خلال 100 عام من الزمن أن شنت ما يقارب 100 حالة حرب على دول أخرى قتلت خلالها 100,000 من البشر. وأما المسلمون فهم أكثر الناس آلاماً، ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم هي التي يستنسر فيها البغاث. ومحافل الثقافة العالمية المعاصرة تصف الطريد المالك إرهابياً لا حق له، وتجعل اللص الغالب على المقدسات والأوطان رب بيت محترما. ولقد أحسن المتخصصون في العلاقات الدولية حينما قالوا إن مثل هذه التصرفات مؤسس على مبدأ المصلحة الوطنية والقوة، فهو كمبدأ العلاقة مع الآخر لدى قطاع الطريق أو لدى أي تجمع مفترس في الغابة. والعارف ببساطة خلل الثقافة العالمية المعاصرة حول هذا المحور ليجدها في حين ما تصف قاطع الطريق في الصحراء إرهابيا مجرما، وفي أحيان أخرى تدك مدن بأسرها ولا أحد يحكم على هذا الفعل بالمتوحش الإجرامي لاختلاف مرتكب هذه وتلك، فصاحب الأولى مارق ضال وصاحب الأخرى إنما هو حضاري مدني تقدمي. هذا ما عند الثقافة العالمية المعاصرة، وذلك ما عندنا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه،
والشكر له على توفيقه وامتنانه. وبعد، فإن من محاور المفارقة بين أصالة الإسلام وشموليته وبين الثقافة العالمية المعاصرة هو المحور الثالث، من خلال ما أفرزته الثقافة العالمية المعاصرة في الجانب الاقتصادي الذي كشف عن نتائج مدمرة للنظام المصرفي لم تكن معروفة من قبل. وما الأزمة الاقتصادية العالمية عنا ببعيد، ولقد شهد شهود من المنتمين إلى تلكم الثقافة الغرارة بأن الوضع الاقتصادي على المفهوم العالمي المعاصر سبب أضراراً فادحة للاقتصاد العالمي تكمن في وجود مرض متجذر في الاقتصاد يهدده بالانهيار، إذ أصبح عبارة عن أهرامات من الديون المتراكمة، فصار كثير من الأعمال الاقتصادية أشبه بمائدة قمار الحقيقي منها في التعامل لا يتجاوز أرقاما ضئيلة بالمئة، حيث كثر الانحياز لقوة الائتمان على حساب جدوى الإنتاج والنمو الاستثماري، بخلاف الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق المبادئ الثلاثة الكبرى للاقتصاد الناجح. أولها أن يكون المال قياماً للناس جميعاً، وثانيها ألا يكون دولةً بين الأغنياء منهم دون سواهم، وثالثها أن يحقق العدل في التعامل. ولذا فإن من انحازوا إلى الثقافة العالمية المعاصرة في النظرة إلى الاقتصاد وجدوا أنفسهم في نهاية الطريق في حال دهشة حينما جرب العالم بأسره الاتجاه الجماعي الاشتراكي 70 عاماً انتهت بانهياره برمته. ولم يكن الاتجاه الفردي الرأسمالي هو الآخر أكثر حظاً، فهو يدور حول نفسه في حلقة مفرغة تنهشه خلال دورانه سباع الأزمات الاقتصادية المتكررة، لاختلال كونه قياماً للناس ولغياب قيمة العدل عنه، ولكونه أصبح دولة بين الأغنياء من الناس. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فيا ترى هل يضيع الحق في زوبعة هذه العواصف العاتية؟ وهل سيصنع مستقبل المسلمين خارج أرضهم وديارهم وصياصيهم؟ وهل سيتكاثر الذين يرضعون من ثدي تلك الثقافة ويمتهنون خلق التسول أمامها؟ أم أنها غفلة سيعقبها صحوة ورشد وحرص على التحرر من هذا الرق على عقول المسلمين وقلوبهم؟ إن الفأل مطلبنا والعمل سلم الوصول إليه، وهو الثقة الكاملة بالإسلام والوعي بإمكاناته دون تردد. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر قد بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها،
أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في سائر الأوطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، واجعل شأنه في سفال، وأمرهم في وبال يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.